السلام عليكم خوتي خواتاتي الغاليين، عيدكم مبارك سعيد وكل عام وانتم بألف خير ان شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال والطاعات ان شاء الله بحول الله. يا ربي تجعل هذا العيد يكون سبب ديال الفرح علينا ان شاء الله، ربي يهز علينا هذا الوباء وترجع الحياه كيف كانت واحسن. حبيبي الغاليين، بغيناكم تعرفوا كيفاش غادي ندوزوا هذا النهار ديال العيد في الغربه مع هذا الوباء اللي بكل شيء ساد معنا، لا فين نمشيو ولا فين نجيو، يعني غير اللي عنده شي عائله كيمشي لعندهم واللي عنده شي اصدقاء كيمشيو عندهم. وبغيت نشارك معكم النهار ديالي ان شاء الله بحول الله. الفطور ان شاء الله اللي تكلفت به الفطور، فطروا عندي يعني غادي نشارك معكم الطبله ديالي ديال الفطور. قبلوا عليا حبيبي الغاليين، قبلوا على الطبله ديالي ومرحبا بكم عندي. دوزتوا نتوما معايا النهار من الاول حتى العشيه، وفي الغداء غنمشيو نتغداو عند اختي الكبيره ان شاء الله بحول الله، وفي القهوه ديال العشيه غادي نشربوها عند بنت اختي. كيف كتشوفوا هذه هي الطبيله اللي وجدت انايا العيد لوليداتي ولختي والبنت اختي. هذه هي الطبيله اللي وجدت الفطور، كنتمنى انكم تعجبكم وتقولوا لي الاراء ديالكم. راني كنتسنى الاراء ديالكم، لان الاراء ديالكم كتهمني بزاف 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 بزاف. ولدك نقرا التعاليق. يلا حبيبي نحبكم ان شاء الله يا بالنائبه ديالي ديال العيد. دابا كاين هنا صافي داز الهيا، رجعت بحالتي لداري. راكم كتعرفوا كلشي ساد، ما نقدو نمشيو لا ديال المطعم ولا الحديقه ولا حتى شي حاجه. يعني شحال هادي كنا بحال دابا هكذا ملي كنتغداو كنخرجو نتمشاو شويه فشي بلاصه، ولا كنمشيو نشربو شي قهوه بحال دابا هكا فشي قهوه ولا فشي ريستوره ولا شي حاجه. ولكن هاد العام غير من دار لدار، ما كاين لا خروج لا والو. هذا هو النهار داز هكا عادي البنات وصامت وهادئ مع العائله. كنتمنى حبيبي يكون عجبتكم معايا هذا النهار هذا. انا بغيت نشاركو معكم لان بزاف البنات كيبغيو يشاركوا معنا النهارات ديالك ديال العيد. هذا ما كاين البنات راه ما كاينش شي حاجه اللي واو، ولكن الحمد لله نسال الله دائما النعمه والرحمه من عنده سبحانه وتعالى. حبيبي كنشكركم على حسن المتابعه ديالكم، كنشكركم على التعاليق الجميله اللي كتخليو لي، راني كنقراها وحده بوحده وكنحاول نجاوب كل شيء. شكرا لكم حبيبي، وللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.